أبرز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. تعتبر الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء دورة استثنائية بكل المقاييس، لأنها تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير بالبرلمان الذي انتقد فيه الملك مسؤولي المدينة على طريقة تسييرهم وتدبيرهم لمشاكل الساكنة البيضاوية، وكذلك للحضور الوزني والكبير للمنتخبين والفاعلين الجمعويين والاقتصاديين ولمختلف المنابر الإعلامية الوطنية لمتابعة أشغال هذه الدورة. الدورة افتتحت بكلمة رئيس مجلس المدينة محمد ساجد الذي أشاد بالخطاب الملكي واعتبره خريطة طريق للعمل المستقبلي للمجلس، ودعا جميع المستشارين الجمعيين إلى تجاوز الصراعات والحسابات السياسية الضيقة. في شأن الحزب، علمت شوف تي في أن مشاورات جدية انطلقت بين بعض كوادر حزب التقدم والاشتراكية والحزبين المعارضين للاستقلال والاتحاد الاشتراكي للانضمام إلى التحالف الذي وقع يوم أمس بين حزب الوردة والميزان في أفق إحياء الكتلة الديمقراطية، على الرغم من تواجد الحزب الشيوعي ضمن التحالف الحكومي على أساس الاختلاف القائم بين بعض القياديين في صفوف حزب الكتاب وقائدهم بن عبد الله. مصادرنا ربطت الخرجات الإعلامية المثيرة الأخيرة لبلبل الحكومة السابق وما يطبخ في بيته الداخلي، حيث استشعر بخطورة الخضوع التام لبنكنا، لذلك بدأ ينط بخرجات غير مفهومة. ذكرت مصادر إعلامية أن أعضاء لجنة متابعة المشاورات بشأن قضية السلفيين المعتقلين في السجون المغربية على خلفية قضايا الإرهاب تعتزم حسب جريدة الشرق الأوسط التقدم بطلب لقاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للمرة الأولى في غضون الشهر المقبل لبحث إمكانية طي وتسوية ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية. في موضوع آخر، أعلن عبد القادر عمرة وزير الطاقة والمعادن عن قرب إطلاق طلبات العروض لإنجاز مشروع استغلال طاقة الرياح بقدرة 850 ميجاوات، وطلبات العروض لإنجاز الشطر الثاني والثالث لمحطة ورزات لاستغلال الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات والتي ستطرح بعد أسبوعين. وأكد عمرة خلال المؤتمر الرابع لمبادرة ديزرتيكا الصناعية الدولية أمس في الرباط أن طلبات العروض المتعلقة بها هذه المشاريع سوف تطرح خلال الأيام المقبلة. وقال عمرة إن المغرب متقدم في إطار تطبيق مخططه الهادف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 42% في أفق 2020. في الخبر الرياضي، نشرت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة نقلا عن موقع الكونفيدونسيال تحضيرات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للكلاسيكو، لكن هذه المرة لجأت إلى كشف الكواليس ومضر داخل الفريق قبل المباراة، معتبرة أن أنشيلوتي خسر حتى في حربه على رقعة الشطرنج في الظل قبل أن يتعرض فريقه للهزيمة بهدفين لهدف على ملعب الكامب نو. بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية الموجز، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.